أكد الشيخ خالد بن راشد الخليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة أن مبادرة فاعل خير لدعم المعسرين والمتعثرين والتي تعد إحدى مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا هي مبادرة إنسانية رفيعة ليست بغريبة على المجتمع البحريني الأصيل، وتأتي امتدادا لأعمال الخير والمبادرات النبيلة المتجذرة فيه لدعم الغارمين والمضي قدما في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ونشر الخير. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد سعادة الشيخ خالد بن راشد الخليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية أهمية مبادرة فاعل خير وأثرها في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة. لجنة دعم المعسرين تعد إحدى مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا، وبلا شك هي مبادرة إنسانية رفيعة ليست بغريبة على المجتمع البحريني الأصيل، وتأتي طبعا امتدادا لأعمال الخير والمبادرات النبيلة لدعم الغارمين والمضي قدما في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ونشر الخير. طبعا إن عدد المستفيدين من خدمة فاعل خير خلال عيد الأضحى بلغ ولله الحمد 29 مستفيد، وعدد الملفات التنفيذ التي تم الدفع لها 33 ملف بقيمة مالية أكثر من 100,000 دينار بحريني، فيما بلغ عدد المستفيدين منذ انطلاق خدمة فاعل خير 1,168 مستفيد، وتم سداد 1,211 ملف بقيمة إجمالية تجاوزت 2,800,000 دينار. طبعا يجب التنويه أن مبادرة فاعل خير يعني مستمرة طوال العام، ليست مقتصرة على شهر رمضان فقط، وذلك عن طريق التبرع باستخدام تطبيق إسلاميات أو طبعا تطبيق بنفيت بي أو تطبيق سداد، مضيفا أن يعني يتم دراسة كل حالة صدر بحقها حكم نهائي.